السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متابعات ومتابعي القناه ديالي، كنتمنى تكونوا بالف خير. اليوم جيت لكم واحد الوجبه اللي ديجا درتها، ولكن هذه الوجبه صحيه بواحد المكونات اللي غادي تشوفوها في الفيديو. اذا تبعوا معايا ان شاء الله الفيديو باش تعرفوا المكونات والطريقه ان شاء الله. البنات، السر في كون ان هاد الطاكوس غادي يكون صحي هو طريقه انجاز وطريقه تحضير المواد والعناصر اللي غادي ندير في هاد الطاكوس. عندي هنايا البصله مشحره، وعندي كذلك هنايا الكفته مشحره. هاد العناصر كلها شحرتها بزيت الزيتون، ما درتش فيهم الزيت ديال المائده، اضافه الى التوابل، عفوا التوابل المعروفه، البزار، شويه ديال الكمون، شويه ديال الخرقوم البلدي، وشويه ديال السكينجبير. اذا هذه هي الطريقه. اذا شوفوا معايا، حتى بالنسبه لهذا شوفوا ناشفه، درت لها شي شويه ديال زيت العود، ودغيا حركتها، جهدت عليها البطاء، دغيا جهزت. بالنسبه كذلك حتى بالنسبه للبصل، فهي شوفوا كي دايره، ما كثرتش فيها الزيت، شحرتها بهاد التوابل وبزيت الزيتون خاصة. العنصر الأساسي اللي كنعتبره صحي في هاد الوصفة ديال الطاكوس إن شاء الله، راه غادي تشوفوا كيفاش غادي يجي، وهو أنني ما استعملتش البطاطا مقلية. البطاطا غادي نقليها وغادي نحمرها، ولكن في الفران بدون زيت. إذا شوفوا معايا، كناخذ واحد الطنجرة، ها هي يعني دايرة دابا، ها هو المطاب في هذيك الطنجره. كناخذ واحد شي شويه ديال الملح، شوفوا ها هو شويه ديال الملح، ها هو غادي نديرو في هذه الطنجره. وغادي ناخذ البطاطا، ها هي اللي قطعتها بحال الا غادي نديرها فريت، ولكن انا ما غاديش نقليها في المقله بالزيت، انا غادي نكبها في هذا الطاوة في هذه الطنجره ان شاء الله. وغادي نسلقها واحد شويه، ما غاديش تسلق كاع بزاف، غير تبدا تولي شفافه وغادي نحيدها ان شاء الله. وغادي نوري لكم ملي تولي شفافه، غادي نخليها تقريبا واحد جوج دقائق هكاك، بما ان الماء راه طيب، جوج دقائق وغادي نصفيها ونحيدها، وغادي ندير لها التوابل وندخلها للفران، وغنوري لكم ملي نتبلها وندخلها للفران ان شاء الله. البنات شوفوا معايا، شوفوا معايا كي كتولي، ها هي شوف كتولي شفافه، وانا نعطيكم كاع التوقيت لانني حسبته. كنخليوها جوج ديال هذا، جوج ديال الدقائق كنخليوها تطبخ صافي، ونطفيو عليها. هاني دابا غادي نطفي عليها صافي، يعني طفيت عليها، غادي نصفيها وغادي ندير ليها التوابل ونرجع معكم. البنات، بالنسبه للتتبيله اللي غادي نديرو مع هاد البطاطا اللي كنسميها انا صحيه، اللي غادي نديروها مع الطاكوس، درت واحد المعلقه ديال الحرور مركزين، ودرت معلقه صغيره ديال البزار، ودرت واحد جوج ديال الفصوص، ها هو جوج ديال الفصوص ديال الثوم، حكيتهم رقاق، وغادي نخلط هذا الشيء وغادي نحطه في هاد الطاوه. ها هي دهنتها مزيان، شوف راه دهنتها مزيان بالزبده، وغادي نكب فيها هذيك البطاطا وندخلها للفران باش تحمر، وراه غادي تجي بحال الفريت. وهاد الوصفه علاش كنقول لكم صحيه؟ لاننا كنتجنبوا فيها المقليات، وكنعرفوا المقليات راه عندها واحد السلبيات على الصحه ديالنا، اللي تينصحونا الخبراء ديال التغذيه والاطباء باش نتجنبوها باش نكونوا بصحه جيده. واحد النصيحه اخرى بالنسبه للبطاطيس، ما تخليوهاش اكثر من جوج ديال الدقائق، لان ما تخليوهاش تتبدا طيب، لان الا طابت عاوتاني غادي تبدا تفرتت لكم. خليوها غير تشوفوها بدات كتولي شفافه، وطفيو عليها البوطه. البنات شوفوا معايا، ها هو الشكل النهائي قبل ما ندخلها للفران. شوفوا كنسطح
الفيديو ان شاء الله يشجعني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله، والى فيديو اخر.